بعض مظاهر اختلال التوازنات الطبيعية. إذن كعنوان للدرس، بعض مظاهر اختلال التوازنات الطبيعية. كتقديم، إذن أدى التقدم الصناعي والتطور الفلاحي والنمو الديموغرافي السريع والتوسع العمراني إلى الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية وتعدد مصادر تلوث الأوساط البيئية من المياه والتربة والهواء. هذا الشيء الذي أدى إلى تأثير سلبي على البيئة، كتقلص المساحات الغابوية، انقراض بعض الكائنات الحية، وتلوث مختلف الأوساط البيئية، وكذلك الإضرار بالإنسان. كتساؤلات التي سنحاول أن نطرحها، فما هي مظاهر تلوث الأوساط الطبيعية؟ وما هي عواقب هذه التلوثات؟ سنبدأ أولاً بمظاهر تلوث الأوساط الطبيعية. إذن أولاً مظاهر تلوث الأوساط الطبيعية. سنبدأ في البداية بتقدير حجم النفايات المنزلية ومكوناتها. إذن تقدر كمية النفايات المنزلية المنتجة بالمغرب ب 6.5 مليون طن في السنة، أي بمعدل 0.75 كيلوغرام لكل فرد في اليوم. إذن هذا المعدل يختلف حسب المناطق ونمط العيش وفصول السنة. إذن يلقى معظم هذه النفايات دون معالجة في مطارح غير مراقبة وبدون بنية تحتية ملائمة. إذن هذا الجدول يبرز نسب وتركيب النفايات المنزلية لإحدى المدن. إذن من خلال الجدول، إذن بماذا تتميز النفايات المنزلية بالمغرب؟ إذن من خلال الجدول، إذن يتبين أن إذن المكونات، إذن الورق والورق المقوى إذن يقدر بنسبة 25%، المواد القابلة للتخمر أي المواد العضوية 29%، الأتواب 3%، المواد البلاستيكية 11%، والمعادن 5%، والزجاج و 13%، ومختلفات وهي 15%، مثل المواد إذن الإلكترونية. إذن بماذا تتميز هذه إذن النفايات؟ إذا تتميز النفايات بكونها تتوفر عن نسبة مهمة من المكونات التي يمكن إعادة استعمالها. إذا مثلا لدينا مثلا الورق، إذا المواد البلاستيكية والمعادن والزجاج. إذا تتوفر على نسبة مهمة من المكونات التي يمكن إعادة استعمالها والتي لها أيضا أهمية اقتصادية وصناعية كالورق والمواد العضوية، فضلات الطعام والمواد الزجاجية والبلاستيكية. بالتالي ما هي الإشكاليات التي تطرحها هذه النفايات بالمغرب؟ إذن هذه النفايات تطرح بالتالي بالمغرب إشكالية كبيرة، إذ لا يمكن التخلص منها غالبا في المطارح العمومية غير المراقبة، وهذا يجعل تراكمها يؤثر سلبا على الأوساط المحيطة بها. إذن الجزء الثاني، إذن تأثير تلوث الناتج عن تراكم النفايات. إذن سنحاول نطرح مجموعة من التساؤلات. أولا، ما هو تأثير احتراق النفايات المنزلية على البيئة؟ إذن من خلال الصورة إذن يظهر بالتالي أن احتراق النفايات إذن يطرح مجموعة من الغازات. إذن ينتج عن احتراق النفايات المنزلية في مطارح النفايات غير المراقبة غازات سامة نتيجة احتوائها على عدة عناصر كيميائية. إذن أولا العناصر الكيميائية، مثلا الكربون، إذن الغاز الناتج عن الاحتراق هو أكسيد الكربون. إذن من بين عواقب إذن أكسيد الكربون إذن الاحتباس الحراري. العنصر الثاني اللي هو الأزوت، إذن ينتج عن الاحتراق أكسيد الأزوت. إذن يسبب أكسيد الأزوت الاحتباس الحراري، الأمطار الحمضية، أوزون الغلاف الجوي المنخفض. إذن الكبريت، إذن ينتج عن احتراق غاز ثنائي أكسيد الكبريت الذي يسبب أيضا الاحتباس الحراري. الكلور، إذن ينتج عن الكلور مادتين اللي هما حمض الكلوريدريك الذي يتسبب في الاحتباس الحراري والأمطار الحمضية
ويساهم في تدمير طبقة الأوزون. مادة الديوكسين، إذن هذه المادة تتراكم في السلاسل الغذائية. إذن المكون الأخير، العنصر الكيميائي الأخير اللي هو الفلور، إذن ينتج عن الاحتراق إذن حمض الفلوريدريك الذي يسبب أيضا الاحتباس الحراري. إذن بالتالي ما هي الآثار السلبية لاحتراق النفايات على الصحة؟ إذا الجدول التالي إذن يبرز إذن هذا الجدول بعض المواد وعلاقتها بالنفايات المنزلية وآثارها على الصحة. إذا أخذنا مثلا أحادي أكسيد الكربون، فأحادي أكسيد الكربون إذن ينتج عن احتراق غير كامل للنفايات. إذن من بين آثاره على الصحة فهو بكميات كبيرة إذن سام بالنسبة للجهاز القلبي والتنفسي وأحيانا مميت. أما بالنسبة لكميات ضعيفة فهو يعرق النقل الأكسجين إلى الدماغ والقلب والعضلات. إذا المواد الأخرى مثلا أكسيدات الأزوت اللي هي NO2 وNO، إذا علاقتها بالنفايات المنزلية إذا ينتج عن احتراق النفايات المنزلية. إذا أثره على الصحة فيتسبب اضطرابات في الجهاز التنفسي وأزمات الربو، كما أنها إذا تساهم في رفع حساسية المسالك التنفسية للتعفنات والجرثومية. ثنائي أكسيد الكبريت إذا ينتج أيضا احتراق النفايات، وهو غاز مهيج ويمكنه التسبب في أزمات تنفسية عند الأشخاص المصابين بالربو وإحداث اضطرابات في التنفس عند الأطفال. بالنسبة للديوكسين إذا فهذه المادة ناتجة عن احتراق المواد التي تحتوي على الكلور كالبلاستيك والمذيبات والخشب المعالج. إذن آثاره على الصحة هذه المادة فهي مادة سامة لجسم الأطفال ولو كانت بنسبة ضعيفة، إذ تؤثر على الجهاز المناعي والجهاز العصبي والجهاز الهرموني، وتعتبر أيضا مادة مسرطنة. بالنسبة للمواد الأخيرة فهي المركبات العضوية الطيارة التي نرمز لها ب COV والتي هي عبارة عن ألديهيد وبنزين. إذا تنتج عن احتراق النفايات ولها آثار على الصحة. وبالنسبة للألديهيد فيؤدي إلى اضطرابات تنفسية، وبالنسبة للبنزين فهو خطر يسبب خطرا في أو يشكل خطرا في الإصابة بالسرطان. إذا بالنسبة للجزء الموالي لدينا ما هو أصل الليكسيفيا وما هي آثارها على البيئة. إذا كما نلاحظ في هذه الصورة إذا لدينا سائل، إذا هذا السائل ينتج عن ترشيح النفايات كما توضح الصورة الأخرى. إذا هذا السائل ينتج عن ترشيح النفايات، بالتالي هذا السائل يحتوي على العديد من المواد السامة. إذا هذا السائل إذا يمكن أن يتسرب إلى باطن الأرض، كما أن من جهة أخرى إذا النفايات تطرح مجموعة من الغازات التي رأيناها سابقا والناتجة عن الاحتراق. الليكسيفيا أو عصير نفايات هو سائل ناتج عن رطوبة أو ترشيح مياه الأمطار عبر النفايات، ويكون غنيا بعدة مواد ملوثة كالجراثيم الممرضة والمواد الكيميائية والمعادن الثقيلة التي تدخل بشكل أساسي في تركيب البطاريات. إذن على ماذا تؤثر الليكسيفيا أو ما هو تأثير الليكسيفيا؟ إذن الليكسيفيا تؤثر سلبا على متعضيات التربة أي الكائنات التي تعيش في التربة. نواصل في هذه الحلقة تقديم درس الجدع المشترك لتعليم الأصيل الدورة الثانية عنوان الوحدة الإنسان والبيئة الفصل الأول بعض مظاهر اختلال توازنات الطبيعية، وسأركز على بعض من مظاهر تلوث الهواء وأخص بالذكر ظاهرة الاحتباس الحراري كظاهرة أولى، الظاهرة الثانية هي ظاهرة انخفاض سمك طبقة الأوزون، والظاهرة الثالثة هي ظاهرة الأمطار الحمضية. بالنسبة لظاهرة الاحتباس الحراري، الكثير منكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات يتعامل معها على أنها ظاهرة سلبية، لكنها في الأصل ظاهرة إيجابية مكنت الأرض من الاحتفاظ بمعدل حرارة ملائم للعيش على سطحها. فما هو إذن مبدأ هذه الظاهرة؟ تعلمون أن الشمس ترسل بأشعتها نحو الأرض،
فتنعكس الأشعة تحت الحمراء نحو الفضاء، إلا أن الغلاف الجوي يعمل على إرجاع نسبة من الأشعة تحت الحمراء إلى الأرض، مما يرفع من درجة حرارتها. لكن منذ الثورة الصناعية ومنذ الحقب الصناعي، وبسبب ظهور عدة مصانع ومعامل ووسائل للنقل تعتمد على مصادر الطاقة الأحفورية كالبترول والفحم والغاز، تفاقمت أو ازداد ارتفاع تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. نذكر من بينها غاز CO2 وSO2 وNO2 وغيرهما من الأكاسيد، بالإضافة إلى غاز الميثان. هذه الغازات تعتبر غازات دفيئة لأنها تتسبب في ارتفاع معدل حرارة الأرض، بحيث كلما زاد تركيزها في الغلاف الجوي تزداد حرارة الكرة الأرضية. وكمثال على ذلك، في هذه الوثيقة توضح التطور المضطرد لحرارة الأرض بالموازاة مع ارتفاع معدل ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر غازا دفيئا بامتياز. فما هي عواقب هذه الظاهرة إذن؟ ولعل أبرز عواقب هذه الظاهرة انصهار الجليد القطبي، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع مستوى المياه في البحار والمحيطات، وبالتالي ستصبح العديد من المناطق الساحلية وبعض الجزر مهددة بالانغمار والغرق، بالإضافة إلى تهديد التنوع البيولوجي القطبي، بحيث أصبحت العديد من الحيوانات القطبية مهددة بالانقراض وأبرزها الدب القطبي. المشكل الثاني هو مشكل انخفاض سمك طبقة الأوزون. الأوزون هو طبقة مكونة من غاز أطخوة موجودة فوق الغلاف الجوي، ويتراوح سمكها بين 15 و50 كيلومتر، وهي تلعب دور المظلة التي تحمي الكرة الأرضية من الأشعة الفوق بنفسجية، وهي أشعة مسرطنة ومسببة للشيخوخة المبكرة للجلد، بالإضافة إلى كونها تقضي على التنوع البيولوجي للعديد من اللافقاريات والأسماك الصغيرة. ما هو إذن المشكل الذي تعاني منه هذه الطبقة؟ أبرز مشكل تعاني منه هذه الطبقة هو انخفاض في سمكها، وهو الشيء البارز في بعض المناطق خاصة في القطب الجنوبي، حيث يظهر هذا الانخفاض على شكل ثقب، الشيء الذي سيسمح بتسرب العديد من الأشعة فوق البنفسجية الخطيرة إلى الكرة الأرضية. وهنا ميبيان يوضح كيف تطور سمك الأوزون بالموازاة مع ارتفاع غاز CO، لأن العدو الرئيسي لهذه الطبقة هو مادة الكلور الناتجة عن تأثير الأشعة فوق البنفسجية على CFC الكلوروفليوروكربون، وهو المادة المستعملة في صناعة آلات التبريد والتجميد والتكييف وبخاخات العطور والمبيدات. هذا الكلور يتفاعل مع طبقة الأوزون أطخوة حسب التفاعل الآتي، الشيء الذي يؤدي إلى إنتاج أكسيد الكلور والأكسجين. إذن كما ترون التفاعل يسير في اتجاه انخفاض تركيز أطخوة الذي يدخل كمتفاعل في هذا التفاعل. مشكل ثالث، مشكل الأمطار الحمضية، ونقصد بها كل شكل من أشكال تساقطات حمضية بطريقة غير عادية، بحيث تصل حمضيتها إلى حدود pH يساوي تقريبا 4. كيف تتشكل إذن هذه الأمطار؟ الأمطار الحمضية هي ناتجة عن تفاعل ماء المطر مع الغازات المتراكمة في الغلاف الجوي. يتفاعل مع ماء المطر مع CO2 ومع SO2 ومع NO2، مما يؤدي إلى إنتاج حمض الكربون وحمض الكبريت وحمض النتريك. هذه الأحماض تنزل على شكل أمطار حمضية، مما يكون له عواقب وخيمة خاصة على المستوى البيئي، بحيث تؤدي إلى انقراض مجموعة من الكائنات التربوية والمائية التي لا تتحمل الحمضية المرتفعة لماء المطر. كما أن تساقط المياه الحمضية على بعض الغابات
يتسبب في موت الأوراق وموت الثمار وموت البذور، بالإضافة إلى كونها تقضي على الكائنات المائية والكائنات التربوية المحللة للمادة العضوية، والتي تتسبب في إغناء التربة بالأملاح المعدنية التي تستفيد منها النباتات في نموها. وفي محور آخر متعلق بتأثير بعض أنواع المواد الكيميائية على الأوساط الطبيعية، نريد مثال انتشار بعض أنواع الذباب في وسط مائي هو البحيرة، وكيف أدت معالجة هذا الذباب بواسطة مبيد كيميائي إلى القضاء على بعض أنواع طيور البحيرة وانخفاض في أعدادها وإصابتها بالعقم. إليكم التمرين. يشكل بعض أنواع الذباب مشكلاً مضايقاً للمصطافين فوق البحيرات، وللتخلص من هذا الذباب الصغير الذي لا يلسع استعمل مبيد للحشرات، وبعد القضاء على هذا الذباب نهائياً تبين أن كمية هذا المبيد في الماء هي 0.01 ميليغرام في كل كيلوغرام من الماء. ومن بين 1000 زوج من طائر مائي يدعى الغطاس لغريب لم يبقى سوى 30 زوجا عقيما بالمنطقة. بعد نهاية المعالجة تم قياس كمية هذا المبيد عند الكائنات الحية التي تعيش في البحيرة، فأعطى النتائج التالية: كمية المبيد في جسم البلانكتون وصلت إلى 5 ميليغرام في كل كيلوغرام، وقد وصلت إلى حدود 10 إلى 20 ميليغرام في كل كيلوغرام عند الأسماك الصغيرة، وعند السمك المفترس وصلت كمية المبيد إلى حدود 240 ميليغرام، بينما في جسم غطاس وجد ميتا بالمنطقة وصلت الكمية إلى حدود 2500 ميليغرام في كل كيلوغرام. نتائج إذن كما يوضحها الجدول، وهو مرفوق بثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ماذا تلاحظ فيما يخص كمية المبيد المتواجدة بالكائنات الحية المسجلة بالجدول؟ ثانيا: كيف تفسر اختلاف كمية المبيد عند الكائنات الحية التي تعيش في البحيرة؟ ثالثا: ما رأيك في الطريقة المتبعة في محاربة هذا الذباب، وما هو البديل الممكن؟ إذن للجواب على السؤال الأول لابد من ملاحظة وقراءة معطيات الجدول بتمعن. لاحظوا كمية المبيد في جسم البلانكتون، ولاحظوا كيف ارتفعت من 5 إلى 10 أو 20 ميليغرام عند الأسماك الصغيرة، وقد وصلت الكمية في جسم السمك المفترس إلى حدود 240 ميليغرام، بينما وصلت إلى حدود 2500 ميليغرام عند غطاس ميت. إذن كما تلاحظون أن كمية المبيد قد ارتفعت تدريجيا كلما انتقلنا من حلقة غذائية إلى أخرى، حتى وصلت إلى قيمتها القصوى في جسم الكائن الذي يحتل أعلى مرتبة في هذه السلسلة الغذائية. إذا لديكم الجواب، نلاحظ أن كمية المبيد تزداد كلما انتقلنا من الوسط من الماء إلى آخر مستهلك يحتل أعلى مرتبة في السلسلة الغذائية، وهو الطائر الغطاس، مرورا بالمنتج اللي هو البلانكتون النباتي. بالنسبة للسؤال الثاني، إذا يطلب منا أن نفسر ارتفاع تركيز المبيد كلما انتقلنا من حلقة غذائية إلى أخرى. إذا هذا الارتفاع لا يمكن تفسيره إلا بظاهرة التراكم التي تعني زيادة تركيز المبيد من حلقة إلى أخرى، وتفسير ذلك هو كون المبيدات هي مواد كيميائية غير قابلة للتحلل، غير قابلة للتأكسد، ولا تطرح ضمن فضلات هذه الكائنات الحية، لذلك يرتفع تركيزها من كائن حي إلى آخر. إذن الجواب: يرجع اختلاف كمية المبيد عند كائنات البحيرة لوجود علاقات غذائية بين أفرادها، إذ تتغذى على بعضها البعض
مما يؤدي لتراكم هذه المادة في الجسم، خصوصا أن المبيد غير قابل للتفكك ولا يطرح عبر الفضلات، بل يبقى في الجسم مدى الحياة. آخر سؤال في التمرين، ما رأيك في الطريقة المتبعة في محاربة هذا الذباب، وما هو البديل الممكن؟ إذا لاحظتم أن الطريقة التي استعملت في محاربة هذه الحشرات هي طريقة المعالجة الكيميائية، استعمل فيها مبيد كيميائي، وكان من الأجدر استعمال المكافحة البيولوجية التي تعني القضاء على كائن حي بواسطة كائن حي آخر، إذ تعتبر المبيدات الكيميائية مواد ملوثة للتربة وللأوساط المائية. كما كان من الممكن البحث عن السبب الذي أدى إلى تفاقم هذا المشكل ومحاولة اجتثاثه. إليكم الجواب إذن، تسمى الطريقة المستعملة بالمعالجة الكيميائية وتعتبر غير مناسبة لمحاربة الذباب، لأنها تسببت في عواقب وخيمة على الوسط الطبيعي. لحل مشكل هذا الذباب كان من الأجدر البحث عن العوامل المسببة لتكاثره ومعالجة تلك العوامل التي قد تحد من كثافة أعداده أو تقضي عليه، كما يمكن الاعتماد على تقنية المكافحة البيولوجية التي قلنا أنها تعني القضاء على كائن حي بواسطة كائن حي آخر، وهي طريقة صديقة للبيئة عكس الاستعمال للمبيدات الكيميائية. والآن مع حصة لدعم تعلماتك، نحاول من خلالها أن نركز على تمكينك من بعض المهارات الأساسية في تدريس مادة علوم الحياة والأرض، ومن بينها مهارة الملاحظة والتحليل والتركيب والمقارنة والاستنتاج والتفسير. إليكم التمرين، تعرف بعض مناطق الكرة الأرضية ذات ارتفاع ضعيف عن سطح البحر كجزر المالديف بالمحيط الهادي تهديدا حقيقيا يتجلى في إمكانية انغمارها بالماء. وللكشف عن الأسباب المؤدية إلى ذلك، نقترح دراسة واستثمار المعطيات التالية. تمثل الوثيقة 1 مساحة الكتلة الجليدية في القطب الشمالي للكرة الأرضية قبل 21 ألف سنة، الشكل 1، ومساحتها الحالية، الشكل 2. السؤال، اعتمادا على معطيات الوثيقة 1، حدد سبب تأديد بعض المناطق الكرة الأرضية بالانغمار بالماء. إذا كما تلاحظون أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، يجب أن تفسر سبب تهديد بعض مناطق الكرة الأرضية بالانغمار بالماء انطلاقا من استغلال معطيات الوثيقة 1 التي تضم شكلين. إذا حاول أن تلاحظ الشكلين وحاول أن تركز على الفرق، ثم حاول أن تعطي هذه المقارنة بواسطة جمل بسيطة وواضحة من أجل أن تساعدك في تقديم التفسير المناسب. إذا لاحظ، قبل 21 ألف سنة، الشكل 1، كانت مساحة الكتلة الجليدية كبيرة وحجم المحيط متقلص. حاليا العكس، مساحة الكتلة الجليدية متقلصة بينما حجم المحيط قد ازداد، وهذا يعني أن الجليد قد انصهر وأعطى مياها ساهمت في ارتفاع حجم مياه المحيطات، لذلك أصبحت بعض مناطق الكرة الأرضية مهددة بالانغمار بالماء. الآن مع الجزء الثاني من التمرين، تم تتبع تطور كل من نسبة CO2 في الغلاف الجوي ودرجة حرارة الأرض منذ سنة 1700، وتبين الوثيقة 2 النتائج المحصل عليها. سؤال 2، حلل معطيات الوثيقة 2، ماذا تستنتج؟ ثالثا، اعتمادا على المعطيات السابقة وعلى معارفك، فسر الظاهرة المسؤولة عن تهديد بعض مناطق الكرة الأرضية بالانغمار بالماء. إذا لاحظوا أن الوثيقة 2 هي عبارة عن منحنيين، الأول
يمثل ظاهرة معينة، تطور ظاهرة معينة بدلالة الزمن بالسنوات، والمبيان الثاني هو كذلك تطور لظاهرة أخرى. إذن بإمكانك أن تقوم بتحليل كل وثيقة على حدة، كما يمكنك أن تقدم تحليلا مقارنا للوثيقتين دون أن تغفل هذا السهم الذي يعبر عن الحدث الذي تسبب في الاختلاف الملاحظ. إذن لنحلل. إذن قبل الحقب الصناعي كانت نسبة CO2 في الغلاف الجوي ضعيفة ومستقرة في 0.3 في الألف، بينما متوسط ارتفاع درجة الحرارة كان كذلك مستقرا ومنخفضا. مباشرة بعد الحقب الصناعي نلاحظ ارتفاعا تدريجيا في نسبة CO2 في الغلاف الجوي، حيث مر من 0.3 إلى 0.35، بينما زاد متوسط درجة الحرارة حرارة الأرض. يمكن أن نستنتج إذن أن ارتفاع نسبة CO2 في الغلاف الجوي هي التي تسببت في ارتفاع حرارة الكرة الأرضية. فإذن العلاقة هي علاقة السببية، يعني أن ارتفاع نسبة CO2 في الغلاف الجوي هو الذي أدى إلى ارتفاع متوسط حرارة الأرض، وهذا هو الاستنتاج. بالنسبة للسؤال الثالث، فهو يطلب منا أن نفسر اعتمادا على ما سبق الظاهرة المسؤولة عن هذا الانغمار. إذن نحن سبق أن شرحنا أثناء الدرس أن الاحتباس الحراري هو في الأصل ظاهرة إيجابية مكنت الكرة الأرضية من الاحتفاظ بمعدل حرارة متوسط ملائم للعيش على سطح الأرض، لكن منذ الحقب الصناعي وبسبب ظهور المصانع والمعامل التي تستعمل مصادر طاقة تقليدية زادت نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، مما تسبب في ارتفاع متوسط حرارة الأرض فوق القيمة العادية. الآن مع الجزء الثالث من التمرين، ينتج عن استعمال المحروقات من طرف الإنسان تحرير حوالي 20 جيجاطن سنويا في الغلاف الجوي، يضاف إلى ذلك تحرير 3.6 جيجاطن من CO2 نتيجة احتراق الغابات، والمحيطات تخزن 8 جيجاطن من مجموع هذه الكمية. تبين الوثيقة 3 نتائج تجريبية مسجلة حول علاقة ارتفاع حرارة الماء بذوبانية CO2 في هذا الماء. إذن وثيقة 3 هي نتائج تجريبية لتجربة أنجزت في المختبر، سنحاول أن نوظفها لشرح انخفاض نسبة ذوبانية CO2 في المحيطات. سؤال: فسر العلاقة بين ارتفاع درجة حرارة الأرض ودور المحيطات في الحفاظ على توازن نسبة CO2 في الغلاف الجوي. إذن يبدو أن درجة حرارة الماء عندما تكون منخفضة وثابتة تكون نسبة ذوبانية CO2 في الماء كذلك مرتفعة وثابتة، وعندما ترتفع درجة حرارة الماء تنخفض نسبة ذوبانية CO2 في الغلاف الجوي. إذن كما يظهر من المعطيات أن المحيطات كانت تستطيع أن تخزن ما يناهز 8 جيجاطن من CO2، وبالتالي فهي كانت تساهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، لكن ارتفاع حرارة الكرة الأرضية التي لا نقصد بها اليابسة فقط بل الماء كذلك، ارتفاع حرارة الماء سينجم عنه انخفاض نسبة ذوبانية CO2 في الماء، وبالتالي لن تتمكن المحيطات من القيام بالدور التي كانت تقوم به سالفا. هذه الكمية ستبقى في الغلاف الجوي وستزيد من حدة الاحتباس الحراري. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفصل، ومع حلقة قادمة بإذن الله.